البنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت ندير لكم نطبق لكم واحد الطرس زوين وجديد كتجي في جلابة او في القفطان او حتى في شي لبسه روميه ان شاء الله باذن الله. على شكل هو بحال شكل صاري ولكن كنتخدم في كل شيء. المهم البنات غادي نحتاجوا الثوب. انا دابا راه غير درت لكم غير طرف غير على حسب المبتدئات اللي بغات تعلم الطريقه. غادي نحتاج بيله، غنحتاج انا خديت هذا الخيط هذا اللي كيساعد المبتدئات باش كنساعدهم بلا ما يبقاو يبرموا باش ياخذوش الوقت. خلاص خديت المقص. المهم انا خديت هذا السطر، هذا شديت المسطره سطرت السطر الاول عادي وجيت درت 1.5 سنتيم ودرت الخط هنايا وسطرت، وبين السطر الثاني درت سنتيم نص سنتيم نص سنتيم وسطرت. مهم جات على الشكل هذا. هو راه كيكون فيه جوج جهات، غير انا مبغيتش ندير جوج جهات. بقاو معايا، ندير المرمه، ندير المرمه ديالي. الطريقه زعما صراحه زوينه. جبت طرنوفيس نزيرها. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو البنات، صراحه زوينه هاد الرشيمه هادي. بقاو معايا نزيرها انتم البنات ان شاء الله. كيفاش غادي ندير؟ غادي نجيها فينا هنا فينا ندخل الابره غادي ندخلها نفس الثقبه ونخرجها وندير هكا. شتو ندير هكا خرجتها في الوسط هكا هكا. غنشد 8 ديال الحبه ديال البيلات صغار، جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ها 8. غندخلها البنات. شوفوا كيفاش غادي ندير. غادي نجي نحاول ندخلها هنا داخل ندخلها لداخل هكا. شتو غادي ندخلها ها فينا باش تجيني 4 هكا. شتو كيفاش جات؟ غندور او ندخلها لداخل الابره داخل هكا. نكحس شويه نكحسي شويه ونخرج الابره. طريقه زوينه وجديده هذه. انا كنحاول نجيب لكم نرضيكم نجيب لكم الجديد ان شاء الله. يلا بقاو معايا، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه نفس الطريقة نفس الطريقة البنات. غادي نحاول نخرجها هنا هكا هاد العوينة هادي هكا. هكا نحاول بلاصي نحاول بلاصي هكا ونخرج. عاود نفس الطريقه ندخلها لداخل وندير العوينه هكا هكا. عاود ثاني نفس الطريقه غادي ندير 8 واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه 8 نفس الطريقه. ندخل الابره في هذه العوينه اللي درنا هكا. ونبلاصيها بلاصيها هنا وندخل هكا. شتو كيفاش كتجي؟ نفس الطريقه عاوتاني ندخل هنا
ندير هز واحد شويه هكا ونمشي جر الخيط له. عاود نفس الساعه ندير 8 ديال العقيقات، واحد واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ها 8 نفس الطريقه البنات غندخلها فينا. شتو دخلها فينا حيت الا ما دخلتيهاش في ديك العينه غادي تفسخ تحل لك. على شكل هكا شتو ان شاء الله غادي نكملها هنا نوصلها باش نحبس باش ما يجيكمش الفيديو طويل. نفس الطريقه البنات عاوتاني كنديروا هكا، مازال غادي تعمر ما غاديش تبقى هكا، غادي نعمروها نعمروها من الداخل بيلات في لون اخر باش يجيو طايرين. المهم بهذه الطريقه هذه نحاول نبسط لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نفس الطريقة حتى كنكملوا الرشمة اللي باغا تخدمي بها، يعني شنو اللبسة اللي غادي تخدمي بها. صراحة البنات كتجي زوينة. المهم أنا البنات كندير لكم غير مشطرات، يعني ما عنديش شي حاجه اللي غادي نوجدها هكا كيفاش. دابا بقاو معايا نوصل النهايه لهنايا ونرجع نكمل معكم. انتم البنات ها كيفاش جات، شفتوا هي الطريقه سهله دغيا كتوجد. بقاو معايا باش غادي نجبد بيلات، نسيت ما وريتكم بيلات خصني ضروري باش يتعمروا. المهم انتم البنات كما كملتها غادي ندير بيلات، ما بقيتش في المارو غندير هاد الخديطر هذا، هاد اللون اصلا كيجي حتى مع المارو هذا. غندخل كوب بلاصه كوب بلاصه غندير فيها البيلا هاك. نحاول كما قلت لكم فين ما ندير شي بيلا او شي حاجه كنقولها لكم بقا تعقدوا عاد سيروا ليها باش ما تهز لكمش هكا كتجي. نفس الطريقه البنات وانتم غاديين كتجي زوينه الصراحه، طريقه جديده مازال ما مكملهاش مازال غتعمر هكا شفتوا. يعني الخدمه ديالها بحال شكل الصاري، فاش كيديروا الصاري بحال هكاك. نمشي عاوتاني جهه اخرى هكا وانا غادي حتى كنكمل الخدمه ديالي هكا. شتو البنات ها كيفاش كتجي. ديما انا فيما كنخدم العقيق كنعقد هكاك باش ما ترخف لياش، تبقى لي الخدمه كل عقيق مثبت مزيان ما يترخفش وما يخرجش من بلاصتو هكا. وانا كنكمل حتى نكملو هذا الشيء اللي عندنا هكا شتو ساهل. فيما نضرب خصني نعقد انا. المهم هذه نصيحه ديالي البنات، مين ما تخدموا لا تعقدوا معاك. بقاو معايا نكملها باش نوريكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. انتم البنات ها كيفاش جات، شفتوا كيفاش جات انتم. صراحه كتجي حلوه غزاله. المهم بالنسبه للبنات هاد السطر اللي شفتوه الفوق ها كيفاش غنخدموه فيه، غنحاولوا نجيو هنا في الوسط فينا في الوسط شتو، غنخرج ليبره في الوسط هكا، نحاول ندورو هكا وندخل ليبره في نفس الخيط فين في البلاصه فين خرجناها، نجيبوها هنا نيشان اونفاس معايا هكا، ديرها اونفاس ونخرجوها هكا وندير لها نخرج الخيط على برا. هذا الشكل بحال شكل وريقات غادي يجيو، يجي هنا في الجنب يجي في الجنب نفس الطريقه، ندير هكا
على جوج ونخرجو هكا هكا وندير لها على برا نفس الطريقه. غتجي هنايا هكا ديرها في الوسط ونخرجها هكا شي بحال شكل وريقات. نخرج الخيط على برا هانتو شتي كيفاش كتجي. المهم نكمل الجهه الاخرى هكا نخرج جيبها اونفاس معايا هكا هكا نخرج الخيط على برا حيت الا خرجتيها نفس التقبره غادي تفسخ هكا. نجي هنايا عاوتاني بالجنب هنا نديرها هكا بالجنب ميل شويه بحال شكل وريقات هكا. شي جهه اخرى نفس الطريقه هكا. هذا كتجي حلوه البنات والله الا كتجي في شي لبسه زوينه. نفس الطريقه نجي هنا ونخرج اونفاس معايا ونبارك يخرج الخيط. نجي في الجنب هنايا دور هكا. هادي راه تادي جديده البنات صراحه مازال ما شفتي وحده دارتها. انا راه كنمشي نبحث في الانترنيت كجبد الجديد هكا هكا طريقه شتو. المهم بقاو معايا تنكملها. انتم البنات ها كيفاش جات شتو الشكل كي داير. مازال ما مكملاش مازال ندير السلسله الفوق بقاو معايا. انتم البنات غادي نجي هنايا ندير السلسله ديال العوينه هكا نفس الطريقه اللي كنت درت باش بديتها ولكن هما غيمشيو غير صغيرين ما غاديش يمشيو هكا. ندير زمرد زمرد في هاد ليبرا ولا لا متخلاتش نحيد ليبرا ندير ليبرا اخرى ديال الدقيق. بالنسبة لهاد الزواق البنات راه مكانش فيها هاد الطريقة هادي. انا زدت هادي مراسي انا اللي شفتها من واحد السيت ماشي هكا لكن انا بغيت نديرها لراسي. نتو هاد زمرد انا بغيت نديرها لراسي هكا تغادر تكتيدي تخدميها بحال شكل السلسله حتى هي بحال شكل اللي وريتكم بحال اللي وريتكم هنا بحال هكا كتمشي فوق نتوما غاديين حسب شنو بغيتي. بغيتي ديريها او لا بغيتي ديري طريقه اخرى يعني بحال شكل الشده. حتى الشده راه كيديروا فيها العقيق حتى الشده ولات كدير فيها العقيق هكا حتى كنوصلوا للاخر ديالها كملوا السلسله ديالنا حتى الاخر بهذه الطريقه. هادي الخدمة ديال الصاري كتجي زوينة البنات والله إلا كتجي زوينة. شو كيفاش بحال شكل اللي درت في اللي كنت كنخدم العقيق كامل
كيوصلوا كتجي عامره. المهم هذا هو الشكل ديالو، قريبا نكملها كتجي حلوه. هكا تعطيهم مسافة بعضياتو. وندي رقيقة أخرى. عادي كنسى راسي ما كنشدش التليفون كنصور، عاد كنرجع تأكد واش كنصور فيلمي ولا ما كان فيلميش. المهم على شكل هكا حتى كنكملوا الخدمه ديالنا. هكا كتجي، شفتوا كيفاش كتجي هكا. المهم انا نكملها ونوريكم النهايه. انتم البنات ها كيفاش جات، شفتوا كيفاش جات. هذه تقدري تخدميها من الجهه ديال هادي، هاد البلاصه هادي تجي تسفيفه من الجهه الاخرى على حسب شنو بغيتي نتيا. المهم انا درت لكم غير الطريقه، طبقت لكم الطريقه. يمكن لك الا بغيتي تزيدي تعمريها هنايا بالحجاب مهرس على حسب كل وحده والشكل ديالها، كل وحده والذوق ديالها. المهم هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، هذا الدرس اليوم. المهم انا نحاول نقرب لكم الكاميرا. المهم البنات هذا هو الشكل ديالو، هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يعجبكم هذا الدرس اليوم. هذه شتها ودات ليا قيل الخيط داز من الفوق سيدوز الخيط من تحت. المهم هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم على التعليق ديالكم الزوين اللي خليتوه ليا، وشكرا شكرا شكرا بزاف. يلا ما تنساوش لايكات وما تنساوش بارطاجيوها مع صحاباتكم. وكاين الجديد البنات غير دعموني وساندوني، كاين الجديد ان شاء الله باذن الله. شكرا بزاف 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 الاخوان واخوات، شكرا. يلا خليتكم، تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.